يلا باش. دي الليج، لور ليج. انا خدتها كده برضو، مش عارف ليه. عجبنيش بس كلمة لور ليج دي، يعني ما انت عايزها فين؟ يعني هي يعني هي بتتقال عليها كده من اول النيل لحد الانكل، اسمها لور ليج، اسمها لور ليج ولا ليج؟ سموها ليج، لور ليمب تقصد يعني؟ ما هو لا، بص، هو اللور ليمب كله. ايوه الليج اللي هي الحتة دي، يعني ايوه اللي فوق اسمه ثاي واللي تحت اسمه الليج. ما علينا ما معاك علينا. معاك، فانت عايز لور ليج اللي هو يعني النص التحتاني في الليج يعني. ما ركزتش معاها، فاهم؟ بس هو يقصد لور ليمب سلاش ليج. طب هو الفكرة يلا مش في كده، فكرة وانا بحلها مش عارف ليه جالي هاجس ان السؤال ده برضو جه في الامتحانات التجريبية جه جه. وكانت اجابته ابر ار لا لا، كانت ايه؟ كانت اجابته لور ليمب. لو الليج عادي يعني. ماشي، واحد ما بقاش يثق في الذاكرة خالص. السؤال ده طبعا قعدت افكر فيه كتير، لان انا مش فاكر الاكيوت تيبر نكروز بيعمل ايه، بس استبعدت ان اليوريا والكريات يبقوا مختلفين عن بعض، طبعا لا، واستبعدت ومستحيل لو كريات يعني. لو كريات ازاي؟ هو اكيد كده ايا كان ينشف. بقى، واستبعدت ان اليورين ان الانيميا تحصل، ان الموضوع كله اكيوت، وان الصوديوم يبقى قليل في وسط بوليوريا، دي استبعدتها، وفي وسط تيوبيلر نيكروزس، لان التيوبيول فايدتها انها تعمل ري ابسوربشن للصوديوم، فهي ماتت، فاكيد الصوديوم هيحصل له لوس. ففي الاخر قعدت افكر في البروتين بريزنت ان يورين اناليسيز والمالجنت هايبرتنشن، فللاسف اخترت اختيار خاطئ. طبعا، لان هي اليورين صوديوم كونسنتريشن اقل من 2. ليه بقى؟ ليه؟ هقول لك ليه. احنا عندك في الاكيوت كيرني انجري ممكن من خلال اليورين الكترولايتس تفرق ما بين البري رينال او الانترا رينال كوز. بري رينال هايبوفوليميا، انترا رينال اشهرهم الاي تي ان. فبقى الفكره في ايه؟ لو الرينال في الانترا رينال التيوبيولز نفسها، هنا اكيوت تيوبيولر نيكروس، لو التيوبيولز نفسها ماتت اللي هيحصل ان انت مش هتقدر تري ابزورب الصوديوم، فالصوديوم يقل نسبته في يقل نسبته في البلد وتزيد نسبته. بص، عشان الموضوع ده بيلخبط خلينا اجيب الجدول اسهل. ماشي، ماشي. عشان هقعد اشرح وبيتعمل عليكم كومكسات مش حلو. اها، found it. بص يا باشا، ادي اليورين صوديوم اقل من 20 في البري رينال. شيت، جابتي غلط. هو هنا كان قال ايه؟ اقل من 20؟ غلط. يورين صوديوم كونسنتريت. ما هو انا بقول لك اللي انا حسيته دلوقتي، ان التيوبيول فايدتها ري ابزوربشن للصوديوم، دلوقتي التيوبيولز ماتت، يب. فاكيد هيحصل لوس للصوديوم، فاكيد هيبقى نسبته في اليورين كتير، فعشان كده استبعدت الاجابه دي. بس اوكي ما زلت برضو اخترت اختيار من الاجابتين اللي باقيين، ومش عاجبني الاختيار بتاعي، بس ما علينا. انا اخترت مالجنت هايبرتنشن. malignant hypertension. اخترته ومش عارف صح ولا غلط، يعني هو هنا مكتوب انه في الايتيولوجي بيحصل، معايا ولا مش معايا؟ انا معاك، انا بقرا في ال ببص في ال values. بس وجود بروتين في اليورين دي، برضو قلت لو كان الجلوميرولاي هي اللي ماتت، فبالتالي هيحصل فلتريشن للالبومين، فيبقى فيه بروتين في اليورين، لكن دلوقتي الجلوميرولاي ما حصلهاش حاجه، ده التيوبيولز هي اللي حصل لها حاجه. فالمهم هلجأ لبس اوبشن اخير. طب انت معايا في الكلام ولا لا؟ انا يعني انا كنتش مركز ليه فيه. استبعدت البروتين ان هو يكتر في اليورين؟ لان المشكله في التيوبيولز مش في الجلوميرولاي،
والتبيوت ما بتعملش حاجه في البروتين، هو اصلا بيجي لها فلترد اوريدي من البروتين. سوري لكن لكن انا برضو نعم المرة التانية ما كنتش معاك. يعني اخر يعني مرة اقول ها. ممكن يعني ممكن ايه تشوف اللي انت عايزه وبعدين نتكلم فيها بعدين. مش اوكي، انا عايز اشوف ايه بقى، اي عايز اشوف هي دي. انت مش هتفهم حاجة بس هي مهمة. انا بالنسبة لي فينا اعلى من 2%، ماشي، والريشيو اقل من 15. اوليجيوريا هاي كريات هاي بي يو ان، اوليجيوريا مادي براون كاست، والالكترولايتس كلها واقعة، صوديوم كالسيوم مغنيسيوم بوتاسيوم وبروفاوند دايوريسيس. اوكي، وريه بقى الاختيارات كده. هاي يوريا ولو كريات، بس الكريات بيبقى عالي يا جدعان. بروتين بريزنت ان يورين اناليسيس، خلاص يبدو ان مفيش الا انت خدت مالجنانت هايبر تنشن. طب ليه؟ ما هو انا لاني يعني ايه استبعدت كله يعني، فما بقاش غيرها مش عارف استبعدها. المالجنت هايبر تنشن ممكن تعمل الكلام ده فعلا. ممكن. طيب تقصد يعني هو كأنها من ضمن ما الأسباب حددش يعني؟ اذا كانت كومبليكيشن ولا اذا كان ايتيولوجي، هو قال فايندينج انت ممكن تلاقي ايه هنا، فاه ممكن الاقي مالجنت هايبر تنشن، لكن استبعدت الباقي كله. يعني البروتين دي هي اللي فضلت معايا للاخر. ليه بقى؟ لاني قلت لو حصل نيكروزس في التيبيول فممكن البروتين بتاع التيبيول يقع يحصل له تيلينج، فيبقى فيه بروتين بريزنت ان يور اناليسيس، لكن ده مش البروتين اللي احنا متعودين نشوفه اللي هو الالبومين، يعني لان الجلوميرولاي ما حصلهاش حاجه، وان اصلا اليورين نازل فلترد اوريدي من البروتين. ممكن صح، ممكن. فعشان كده هي دي اللي فضلت معايا للاخر، لكن في الاخر استقريت على مالجنت هايبرتنشن. طب هي دي غلط يقينا. اختياري كان غلط لان ده بيحصل في البري رينال، والاكيوت تيبيال نكروسز انترا رينال اكيوت كيدني ايج. اليورين صوديوم بيبقى اعلى من 40. ماشي، رقم 27 برضه عايزين نسمع راي ناس فيه. انا بص بتاع دي عمال يقول لي ايه الدايجنوسز، اقول له اهو بالظبط عمال بالظبط. هو تسألني عن بقى يعني الدايجنوسز ليه، ما الدايجنوسز فوق اهو. قعدت متلخبط كتير قوي لحد ما في الاخر اخترت افاسكولار نيكروز. انا برضو انا خدت فاسكولار، انا قلت بقى يقصد مثلا كوز من ضمن الكوزز يعني مثلا، يعني هو كدايجنوسز ما انت مشخصه كسر وانترا كابس، انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ ماشي مش تايم بار. يب مي تو، وان كان السي ام في ممكن يعمله بس هو ده الاشهر. وبرضه قمت باصص لها بصه كده وقلت لها لا لا هختار مش تايم بار. مي تو. دي سهله. سيرم كالسيوم بعد ما نعمل ثيرويدكتومي مهم. ده كده قال لك ايه؟ يلا سؤال من خد. طبعا كان في حد عامل كوميك على الموضوع ده، ان كل الاجابات اديله سلاين اديله سلاين يا ميتو اديت له صنايعي، هدي له ايه يعني؟ اديله سلاين. يلا يا عم خد سلاين. ده السؤال الثاني. ده بقى اخترت فيه ترايكومونس انا مش فاكر تقريبا. هو ده مختلف عن لا ده جراي. ما الادرس جراي. ماشي، البي اتش بتاع ديستشارج 5. لا دي ده بقى ما بكتير. عندهاش اي حاجه، هي ما دي عندهاش بقى اي حاجه. الجاردنريلا فاجيناليس. هو هي الفكره عندي ان انا كنت ايه، اجيب كنت لك عارف انها الجدول، بكتيريا بالداينوزس، بس مش عارف هو اسم الكوزيتيف اورجانيزم ايه. اجيب لك الجدول. يا ريت. اوكي. كنت ممكن نسميها ايه؟ بكتيريال. خلينا نشوف البكتيريا فيجنوسز احسن. انت عربي. بتكتب عربي؟ يا مش شكلي وحش خالص. اجينوس يب، هذا اللي انا عايزه. احنا ممكن بقى ايه
صغر الجدول شوية. مش كده كان عايز افتكر كانت بتتعمل ازاي. بريفيو ماشي فوك سين وايد فيجن ديسشارج فيشي اودر بكتيريا فيجنوس. وادي الجدول بص يا باشا، ادي بكتيريا فيجنوسز وادي ترايكوموناس وادي الكانديدا. خلينا في الالوان تمام. بص سيبك انت ده طلعها من كل الحوار، لان انا يعني ايه هي لوحدها واضحة يعني. على فكرة الجدول ده بيجي عليه يعني كمية أسئلة متخلفة، تقريبا كل كلمة فيها بيجي بسؤال. يعني thin of white fishy odor مفيش inflammation تمام، ده بكتيريا فاجينوسس. احنا نمسكها بقى كده ايه رأسي تمام، ولا تحب تمام. أفقي لا بالمرة؟ لا 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 لا، رأس رأس رأسي. تحب طيب رأس. البي اتش بيبقى عالي، بيبقى فيه كلو سيلز، بوزيتيف ويف تيست، وبتعالجوا بمترونيدازول او كليندمايس. كل كلمه في دول جه عليها سؤال. الترايكومونس فاجيناليس اختلاف اللون الوحيد اللي بيبقى لونه يلو جرين ماشي، وبيبقى ثين عادي، وبيبقى فيه انفلاميشن. هي والكانديدا هما الاثنين فيهم انفلاميشن، انما دي ما فيهاش. بي اتش عالي، هي والبكتيريا فاجينوسس بي اتش عالي، انما الكانديدا البي اتش بتاعها عادي. هنا طبعا موتايل ترايكومونس على عكس هنا كلوسيلز وهنا سودو هايفي تمام. والمترونيدازول ولازم تعالج البارتنر هو كمان، يعني لازم الاثنين يتعالجوا زيها. المترونيدازول مشترك في الاثنين دي، انما بتيجي تتعالج بانتي فانجل تمام. يتبقى الكانديدا ثيك وايت كوتج تشيز، بيبقى فيه انفلاميشن زيها زي التريكمونس. الوحيده فيهم اللي البي اتش طبيعي، بيبقى فيه سودو هايفي، بتتعالج بانتي فانجل. في واحدة رابعة بقى اللي هي الكلاميديا. لا بص ده كله فاجينايتس، يعني يدي لك فاجينال ديسشارج، يعني الديسشارج طالع من الفاجينا. لو دخلت الجوه شويه ناحيه السيرفكس فانت كده بتتكلم في سيرفيكال ديسشارج، وده بقى الديفرنشال بتاعه كلاميديا ولا جنريه تمام. تمام. وليهم برضو حاجات تفرقهم يعني. طيب لما يجي وقتهم بقى. اوكي فبالتالي هنا بص بقى فاجينال ديسشارج و no pain no obturitis تمام. تاني ايه كمان جراي. خلي بالك برضو موضوع ان هي بتستخدم الدافلام والحاجات دي ماشي مع انها بكتيريا فاجينوزس اكتر، لان دي اللي مش محتاجه تتنقل. مش يعني بص حاول ما تربطهاش لان ممكن تلاقيها في التلاتة يعني عادي مش هتساعدك. ما يعني ماشي، بس اصلا انا مش مختلف، وما كنتش ما مش يعني مش اللي ملخبطني انها بكتيريا فاجينوزس اور نوت. انا بس ما كنتش فاكر ايه البوزيتيف اورجانيزم بتاعها اوكي بس يعني. البي اتش عالي فبالتالي جاردنريلا فيجينالس. انا خدت سنين في السؤال العادي. ده حلو. انترا ساينيكيا عشان العمليات الكتير ده، بالظبط 3 requiring دي اند سي. وعشان الحاجات التانية كلها ما ينفعش. يعني مثلا تيوبال اوبستراكشن مش هينفع، اي تيوبال اوبستراكشن مش هينفع يعني، لان كان بيحصل حمل. بالظبط ده نفس واليونيكورن الكلام. ويتريس ده النورمال اصلا. صحيح. بس يعني انا ما ركزتش والله، انا لقيت كذا دي ان دي سي، انا كنت اوريدي بدور عليها يعني. تمام. ده اليوم السابع، انا اخترت اليوم السابع. انا اخترت اليوم السابع ليه بقى؟ هو بص انا عندي المعلومة ان هي بعد اسبوعين مش اسبوع بس، يعني طبعا مش هثق في الذاكره يعني. فلقيت الباقي كله بايظ، ما تنفعش يعني لا شهر ولا سنه ولا 3 شهور ولا يوم، ايوه فهي طبعا خلاص اليوم السابع. مين ده؟ دي اللي هي عايزين نقول ان هي اكتوبك. اكتوبك بس بقى ايه، ما تقدرش تجزم لان البريجنسي ما هو تيست. النكست ستيب يعني، فبرضو اديها ايه، اديها صلاة. لا انا ما اديتهاش سلاين، اديتها ايه عملت اكسبلوراتوري لابروسكوبي. ليه بقى؟ ليه؟ عشان ده طب ما دي، طب ما تديها صلاين يعني نكست ستيب. وما هو ما قالكش انا اتخضيت.
وانت حسيت عشان تبقى دكتور الكفاية ما تتخضش، ما تتخضش. مع الرايت ادنكسل تندرنس مع البتاع، انا قلت البتاع التيوبة فرقعت والبت هتموت مننا، لسه هنقعد ندي صلاين وايه يعني، انت لازم تدي صلاين وعبال ما تجهز الحاجات دي. بص انا ايدي كانت بص، واكلاني على طالما نيكست ستيب، طالما نيكست ستيب، طالما نيكست ستيب، يبقى تدي صلاين. الحاجه السهله اللي انت هتعملها اول حاجه. انت اصلا وانت بتعمل اكسبلوراتوري ده، وهتكون عبال ما تجهز ده بتدي صلاين. طب ما تجاوبها صلاين ايش يا عم انت جايب كام؟ يعني. نعم، انت جايب كام؟ جايب 75، خلاص جايب نمشيها جيد صلاة، جدا. نمشيها صلاة. ااا آه.